الشخص الذي ظهر في الإعلان لم وأن جواز السفر هذا غير صحيح، ومن ثم فإن اللجنة اتخذت قرار بوقفه، ومش بوقفه بس، وبإحالة الأمر إلى النائب العام للتحقيق فيه، لأنه ينطوي على مخالفة المادة 21 من القانون، لأنه يثير الفتنة بين أهل الوطن الواحد على أساس جغرافي. معالي المشار خالد أبو العز نائب رئيس تحرير الأهرام، ما زال حتى الآن سيادتك شرحت طريقة الفائز، المرشح الفائز هيجيب 50% زائد واحد، الى جانب انت شرحت سيادتك الاعاده هيبقى للثلاث مرشحين. لا ما قلتش الثلاثه، لا ما قلتش الثلاثه، فنستفهم من سعادتك طريقه الفوز ذات الاذن. يا فندم معلش، عشان الكلام انا بشرح اللي موجود في القانون. قلت الاصل ان الذي يفوز يحصل على 50. ارجوك توضح لي يا فندم. حاضر. طب عشان اوضح لك اسمعهم، الأصل أن الفائز هو الذي من الجولة الأولى هو الذي يجاوز 50% من الأصوات الصحيحة، أيا ما كانت هذه الأصوات الصحيحة ولو بصوت واحد. إذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأصوات الصحيحة فالأمر لا يخرج عن فرضين، أن هناك أول وثاني وثالث، فيبقى الأول والثاني هم اللي يدخلوا الانتخابات. إذا تساوى في المركز الثاني أكثر من مرشح، حتى لو 10 مرشحين بس حاصلين على نفس الاعداد بالظبط في المركز الثاني، يعني كل واحد رقم بالظبط، تحدث الاعاده بين الاول وجميع من حصلوا على المركز الثاني، وهذه حاله نادره، والنادر لحكم الله، لكن القانون حطه، الماده 18 من قانون الانتخابات الرئاسيه حطته. فانا من واجبي لما حد يسالني ان انا اوضح اللي قاله القانون، وهذه حاله نادره. في هذه الحاله يفوز من يحصل على اكبر عدد من الاصوات بغض النظر عن الاغلبيه، لكن الاغلب العام الاعاده لم تحدث في تاريخ مصر وتاريخ العالم ان حدثت اعاده بين اكثر من اثنين، لكن القانون حطه لما عشان ما حدش يجي يسالني بعد كده الله القانون بيقول اكثر من واحد ازاي. فانا كنت بوضح الامور، البعض فهمها غلط، فهذا هو التوضيح. مستشار محمد ربيع الاهرامي المسائي، انا بس بدايه عاوز يعني اسجل حاجه، شهاده لازم اقولها. انا النهارده اثناء تجولي في اللجان توجهت للادلاء بصوتي في احدى اللجان بالزاويه الحمراء، وشهاده حق القضاء المصري قام بدور كبير في تلك الانتخابات ولابد ان نعطيه حقه. هذه شهاده رايتها بنفسي، القاضي كان داخل اللجنه واقفا على قدمي يستقبل الناخبين، وكان ياخذ اوراق بيدي من احد الاشخاص الذين هم يستطيعون المشي على قدميهم ويساعدهم بنفسه، قاضي اللجنه. هذه شهاده. ولكن سياده المستشار، كان هناك بعض اللجان لاحظتها فيها تكدس كبير جدا، ولجان ما كانش فيها اشخاص، عباره عن 3-4 اشخاص. طب ايه الاسباب؟ لماذا اللجنه الخاصه بالمشرفه على الانتخابات لم تضع هذا في الاعتبار وتقوم بتوزيع اللجان بحيث يكون هناك توازن بين اللجان؟ شكرا. اولا اللجان اللي موجوده في ذات المركز الانتخابي اعدادها تكاد تكون متقاربه، ما لم يكن هناك فصل بين رجال من السيدات ورجال. اذا كان فصل بين الرجال والسيدات، يعني مش لجان مختلطه او مش لجان من نفس النوع، فالاعداد تكاد تكون متساويه. يعني لو في لجنه فيها 4000 هتلاقي الثانيه 3850، الثالثه هتبقى 4100، يعني بيدور حول نفس الرقم، فاللجان متساويه. انما في بعض الاحيان يحدث اقبال على بعض اللجان في اوقات معينه، ولا يحدث اقبال على لجان اخرى. واللي عايز يطلع مشروع التقسيم لهذه اللجان داخل مركز الانتخابيه الواحده هيلاقي اللي انا بقوله ده حادث بالظبط. وانا لما كلفني السيد المستشار فاروق سلطان واللجنة ان انا انتقل للجان، لقيت لجان انا عارف اعداد الناخبين اللي فيها بالظبط، قبل ما اخرج كنت عارف اعداد الناخبين، بعض الامور ماشيه بسرعه فما فيهاش تكدس، والبعض الاخر فهذا لا يرجع لسوء التوزيع. ده بتكلم داخل المقر الواحد، لكن يرجع الى ظروف خاصه بكل لجنه على حده. سير، do you have one question please? محمد زكي from Reuters. Sir, do you have any هل لديكم أي رقم خاص بالـ هل لكم أي أرقام خاصة بالـ عدد الناخبين؟ ليس لدينا. طب هجاوب بالعربي بعدين. ليس لدينا أي إحصاءات حتى الآن مدققة لعدد الناخبين، لأن الانتخابات لم تنتهي بعد. We don't have any fixed number for the voter until we can't say it without any evidence.
we don't have it until now because election didn't finish yet. It will finish after 10 minutes. Okay. 10 دقائق ومن ثم بالنسبة للمخالفات إذا كنت تعني المخالفات الانتخابية فهي ما يقرب من حوالي 54 حالة حول كل الجمهورية. ليس هناك أي مخالفات أخرى مرصودة خلال هذا المسار على مستوى الجمهورية كلها. سيادة المستشار في above my expectation. فقط توقعات الشعب المصري فقط توقعاتي. Our people is above, are above شعبنا الآن يفوق ما تخيلناه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين حامد نائب رئيس مجلس إدارة جريدة الناس. الحمد لله أول مرة الشعب المصري يصوت على انتخابات وما يعرفش مين الرئيس القادم. ولكن في بعض الناس اللي توفوا وجد أسمائهم في كشوف الناخبين. ولكن بعض الناس اللي انتهت بطاقاتهم الشخصية الصلاحية بتاعتها والناس اللي ما عندهاش بطايق لماذا لم يتم الاستعانة بصورة البطاقة الشخصية مع جواز السفر أو صورة رخص القيادة أو أي مستند أو وثيقة معتمدة؟ لأن المادة خمسة لأن قانون الانتخاب لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله قانون مباشر الحقوق السياسية بعد تعديله لا يعتد إلا في إثبات شخصية إلا بالبطاقة فقط دون غيرها. ونحن كما قال المستشار فاروق سلطان يوم 23 فبراير في أول لقاء صحفي مؤتمر صحفي خاص بالانتخابات أن اللجنة ستطبق القانون. وأنا أكرر على لساني وفي وجوده أن اللجنة لن تطبق إلا القانون ولن تترخص في تطبيقه ولكنها ستعطي أكثر تسهيلات وصلاحيات لكل الناس لكن في حدود القانون.